تعرف ايه هي اكتر حاجة بجد بتثبت بشرية الاديان؟ بغض النظر انت مسيحي، مسلم، يهودي، اكتر حاجة فعلا ممكن توريك ان الاديان ما هي الا محاولات بشرية لفهم الكون من حوالينا هو اسلوب رد الاديان عموما على الاسئلة الوجودية. اسئلة من قبيل هو احنا ليه موجودين؟ طب ليه في حيوانات بتاكل بعض؟ طب ليه في زلازل وبراكين وكوارث بتهلك كل ما هو حي؟ كل دين او عقيدة جت على مدار التاريخ حاولت تقدم اجابات عن الاسئلة الوجودية دي، بس عشان الدين او العقيدة تعرف ترد على الاسئلة الوجودية دي كان لازم السؤال يتغير شوية. بدل احنا ليه موجودين بقى السؤال هو ليه ربنا خلقنا، وبدل ليه في حيوانات بتاكل بعض وليه الكوارث المهلكة اصبح السؤال ليه ربنا بيسمح بالشر او بيسمح بالألم والمعاناة. في الحلقة دي يا صديقي هحاول اوضح ازاي كل دين وكل عقيدة سواء يهودية، مسيحية او اسلام، ازاي كلهم فشلوا في الرد على الأسئلة الوجودية. وسخر له الأرض وما فيها من كائنات حية لينتفع بها في مأكله ومشربه ولباسه وتنقله، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق قال اعبدوني أنا أريد أن أعبد. مبدئيا كده هو في اكتر من سبب واكتر من دليل بيثبت فشل الاديان في التعامل مع الاسئله الوجوديه، ولو كملت معايا لاخر الفيديو ده هتلاقي حجج قويه بترد على المسيحيه تحديدا وحجج بترد على الاسلام خصوصا. لكن خلينا نبتدي بالحجه الاساسيه واللي تنطبق على كل الاديان عموما، الا وهي ان كل الاديان بشكل عام فشلت وتفشل في الرد على الاسئله الوجوديه بشكل شخصي او بشكل فردي. للأسف الأديان عشان تقدر تقدم رد على أي سؤال وجودي لازم ترد عليه بشكل جمعي وبشكل عام وعشوائي. الدين، أي دين، بيفترض إن السبب الوجودي سبب جمعي. يعني إيه الكلام ده؟ الدين بيطرح السؤال نفسه بشكل جمعي في صيغة لماذا خلق الله الإنسان؟ لأنه بيفترض إن السبب اللي خلى ربنا يخلق أحمد هو السبب اللي علشانه خلق شريف وآدم وسلوى ومروة. لماذا خلق الله الإنسان بقى؟ خلق الإنس كلهم لغرض واحد. الدين، أي دين، مش قادر يشوف فرضية إن السبب اللي عشانه خلق الله أشرف غير السبب اللي علشانه خلق الله سماح، غير السبب اللي علشانه خلق زينب وهكذا. فبيلخص ويسأل السؤال بشكل جمعي، ما هو خلق الإنس كلهم ليعبدون أو خلق البشر كلهم عشان يتمتعوا بالوجود؟ الدين اللي بيدي لك الرد ده دين عاجز عن إنه يرد رد فردي، مش قادر يشوف الغرض منك أنت تحديدا أو مني أنا تحديدا. الدين بيتجاهل طفل زي جوبا مثلا. جوبا طفل ربنا خلقه في قبيلة أفريقية من آكلي لحوم البشر ومات وهو دون 10 سنوات. الطفل ده ربنا خلقه ليه؟ ما ينفعش تقولي خلق جوبا عشان يعبد ربنا، ما تقوليش خلقنا الإنس ليعبدون. الطفل ده جوبا تحديدا ربنا خلقه ليه؟ وما تدخلنيش في متاهة لا ما هو كل البشر جالهم أنبياء حتى قبائل أفريقيا، لا ما هو ربنا بيحاسب كل واحد حسب حكمته. ماليش دعوة أنا بالأنبياء اللي جم زمان والحساب اللي في المستقبل، ورد على السؤال ليه ربنا خلق جوبا تحديدا، طفل عاش ومات دون 10 سنين في قبيلة أفريقية بتاكل لحوم البشر ما عندهاش أي فكرة عن العبادة أو ربنا أو غيره، ليه ربنا خلق جوبا تحديدا؟ باختصار مفيش رد. دينك يعجز عن الرد عن الحالات الفردية ومضطر يحط البشر كلهم في سبت واحد عشان يعرف يرد. ده لأن الرد رد بشري مش رد إلهي. والقضية دي مش بس في السؤال على ليه ربنا خلق البشر،
دي قضية تنطبق على أي حاجة أنت بتزعم أن ربنا خلقها لهدف ما دينك قالك أن هذا هو الهدف الذي من أجله خلقت. يعني لما دينك يقولك مثلا خلق الله تعالى الحيوانات ليكون فيها منافع للناس، وذلك مثل الغنم والبقر وما فيها من منافع بأكل لحومها والانتفاع بلبنها وأصوافها وجلودها، فهي مسخرة للإنسان ينتفع بها بما أحله الله له. أهو ده اللي انت سمعته ده بالظبط الرد الجمعي الفاشل، لأن دينك ما عندوش القدرة إنه يرد على حالات فردية، دينك يعجز عن ده. يعني من عدة أسابيع شفت الصورة دي على صفحة صديقي أرنست ويليام على الفيسبوك، كاتب عليها صورة تسقط كل النظريات اللاهوتية. قول لي بقى حضرتك لو مسيحي مسلم أي دين، ربنا خلق هذا الكائن الضعيف اللي قدامك في الصورة ده تحديدا ليه؟ هذا الكائن الضعيف المتعلق بأشلاء أمه التي تم نهشها من حيوان آخر مفترس، كائن لم ينعم بالحياة بعد ولن ينعم بيها بعد لحظات، كائن لا حول له ولا قوة في عالم لا يعنيه الصراع من أجل البقاء. بص على الصورة اللي قدامك كويس وقول لي ردك الديني مرة أخرى، لماذا خلق الله هذا الكائن الضعيف اللي انت شايفه تحديدا في الصورة ده؟ ايه النظرية الدينية ولا اللاهوتية ولا الحكمة الإلهية المزعومة اللي انت بتدعيها في دينك لما يرد على الأسئلة الوجودية بشكل جمعي؟ ما هو دينك أو عقيدتك مش هتقدر ترد على صورة فردية زي دي. لما واحد مسلم سأل على موقع إسلام ويب عن الحكمة من خلق الله لحيوانات لا نأكلها أو ننتفع بها، كان الرد أو الفتوى إن المسلم يؤمن بأن الله حكيم عليم لا يخلق شيئا عبثا، وكل أفعاله صادرة عن حكمة، فإذا خفيت الحكمة من فعل من أفعاله تعالى على المؤمن فإنه يلوذ بهذا الأصل ولا يسيء الظن بربه. هو في الحقيقة حضرتك محتاج تتفهم إن التساؤلات اللي بتطرح في الحلقة دي كلها مش مساءلة لله أو للخالق نهائيا. إساءة الظن هنا مش بالرب، المساءلة هنا تجاه عقيدتك أنت اللي أنت بتقول إنها ربانية، المساءلة لعقيدتك ولدينك. عسى إنك تقدر تشوف إن عقيدتك قاصرة، لا يمكن أن تكون من إله خالق عظيم، عقيدة ما عندهاش القدرة إنها ترد على المعضلات الفردية، فبتحط لك السؤال في شكل جمعي عشان تكروتك وترد عليه رد بشري ساذج. ربنا خلق البشر كلهم عشان الغرض ده، أو خلق جنس كامل من الحيوانات عشان حضرتك كإنسان تنتفع منها. مش أنت بتقول أن الله لا يخلق شيئا عبثا؟ يبقى ما نعممش السؤال، يعني ما تقوليش لماذا خلق الله الجدي والأنعام ذات القرون، وقولي ربنا خلق هذا الجدي تحديدا اللي في الصورة ليه؟ ليه خلق هذا الجدي تحديدا عشان يتعذب لسنوات لحد ما قرونه تخترق رأسه وتقتله؟ قول لي بقى خلق الجدي ده تحديدا عشان ننتفع بألبانه وأظلافه وكل الهبل ده. دينك مضطر يعمم الأسئلة الوجودية لأنه يعجز أمام السؤال الفردي. طب انت ايه رأي حضرتك ان 90% من كل أجناس الحيوانات والكائنات الحية اللي على مدار تاريخ الكون 90% منها انقرض قبل ظهور الإنسان على الأرض أصلاً، قبل ما ربنا يخلق آدم وحواء؟ لو ده تصورك يعني عن خلقة الله للإنسان وخلق لهم الحيوانات عشان ينتفعوا منها أو عشان يعاقبهم بيها أو عشان يظهر روعة خلقه للإنسان، أيا كان السبب الأخرق اللي عقدتك بتقوله لك في إن ليه ربنا خلق الحيوانات، أهو 90% منها أصلا وجد وانقرض قبل خلقة أو ظهور الإنسان على الأرض، عشان موقع إسلام ويب يقولك أن الله حكيم عليم لا يخلق شيئا عبثا. يبقى حضرتك الأديان ما عندهاش أي فكرة عن معضلة الأسئلة الوجودية. بغض النظر حضرتك مسيحي ولا مسلم أو غيره، الخدعة هي أن الأديان بشكل عام بتحاول تقدم لك نفسها على أنها من الله الخالق نفسه، وإنها الفلسفة المتكاملة أو العقيدة المتكاملة اللي بعتها خالق الكون عشان ترد على تساؤلات البشر، غاية وجودهم وعلاقتهم مع بعض ومع الإله الخالق أو ما يعرف بالأسئلة الوجودية، إحنا ليه موجودين؟ ومش غريب أبدا في هذا السياق إن السؤال الوجودي الأكثر تساؤلا منذ القدم
هو ليه ربنا خلقنا؟ لماذا خلق الله الإنسان؟ الإسلام طبعا إجابته واضحة ومحددة وما فيهاش لف ودوران، وما خلقنا الإنس والجن إلا ليعبدون، شكرا على كده. أما المسيحية واليهودية بتقف على النقيض من الرد الإسلامي دوت، فطبقا للعقيدة المسيحية مثلا لو فتحت موقع تكلا هيمانوت، موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هتلاقيه بيشرح الآتي: إن الله لم يخلق الإنسان لكي يعبده ويمجده، فليس الله محتاجا لتمجيد من الإنسان وعبادة. إذن لماذا خلق الله الإنسان؟ قال لك بسبب جود الله وكرمه خلق الإنسان ليجعله يتمتع بالوجود. قبل الخليقة كان الله وحده، كان الله منذ الأزل وهو الكائن الوحيد الموجود، وكان مكتفيا بذاته، وكان ممكنا أن لا يوجد الإنسان ولا مخلوق آخر، ولكن الله من كرمه وصلاحه أنعم بنعمة الوجود على هذا العدم الذي أسماه إنسانا، خلقه لكي يتمتع بالوجود. ده على أساس أن الوجود ممتع وما فيهوش معاناة وألم. ها؟ بيكمل الموقع المسيحي ويقول: من أجل الإنسان تم هذا الخلق وليس لأجل الله، خلقه لكي ينعم بالحياة، وإن أحسن السلوك فيها ينعم بالأبدية. وعلى هذا الرد جميع المذاهب المسيحية المختلفة. الإسلام بيقولك إن ربنا خلق الإنسان عشان يعبده ويتعبد لي، والمسيحية بتقولك إن ربنا خلق الإنسان عشان يتمتع بنعمة الوجود. الحجة الأولى اللي بتكلم فيها من أول الحلقة هي إن الإجابة دي إجابة قاصرة، لأن هناك الآلاف والآلاف من الحالات البشرية التي لا ينطبق عليها هذه الإجابات السطحية. الحجة التانية بقى هي لما الإسلام والمسيحية تدي لك الإجابات دي، هل هما كده ردوا على السؤال الوجودي بشكل يتناسب مع العقيدة نفسها ولا لا؟ وخلي بالك أنا مش بقولك هل الرد يتناسب مع العلم ولا الفلسفة والمنطق ولا لا، لا خالص، بس الرد اللي بيدهولك كلا من المسيحية والإسلام، هل هو رد يتماشى مع بقية العقيدة المسيحية أو الإسلامية؟ واحدة واحدة وخليك معايا. نمسك في الرد الإسلامي الأول: وما خلقنا الإنس والجن إلا ليعبدون. طيب يا شيخنا والله، يعني هو يعني ربنا محتاج العبادة مننا؟ قال لك لا طبعا، الله لا يحتاج العبادة، بدليل قول النبي في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. العقيدة الإسلامية يا صديقي بتعلمنا أن الله عز وجل غني عن هذه العبادة ولا يحتاجها ولا تزيد أو تنقصه شيئا، حاشاه عن الزيادة والنقصان. أيوة يعني ربنا خلق الإنسان ليه برضو؟ خلقه عشان يعبده؟ أيوة يعني ربنا خلق الإنسان ليه برضو؟ لكن لفنا لفة كاملة ورجعنا لنفس النقطة. خلقه عشان يعبده، ودي الخاصية بتاعة الإنسان والتكليف بتاعه، خلقه لسبب هو لا يحتاجه ولا يزيده أو ينقصه إذا الإنسان عمل ده أو ما عملوش. معنى كلامك كده أن أنت بتقول أن الله عبثي، فهل الله عبثي طبقا للعقيدة الإسلامية؟ الإسلام بيقولك لا طبعا، الله لا يفعل شيئا عبثا. يعني تخيل مثلا لو أنا مليونير أو ملياردير وعندي من المال الكثير والكثير، ورحت يا سيدي اشتريت آيفون 15 16، تليفون محمول فشيخ آخر حاجة، حضرتك تسألني انت اشتريت التليفون عشان تكلم مين؟ التليفون خاصيته الأساسية هي الاتصالات، لهذا السبب صنع، ده التكليف بتاع التليفون ولهذا خلق. فأنا أرد عليك وقولك أنا مش محتاج أتصل بحد، أنا كل اللي أعرفهم حوالي 24 ساعة، عندي أكسس عليهم، مش محتاج أتصل بأي حد فيهم. أيوة يا آدم، يعني انت اشتريت التليفون ليه؟ جهاز اتصالات اشتريته ليه لما انت عمرك ما هتحتاج تتصل بحد؟ لا اشتريته بس كده عبثية مني. انا معايا فلوس كتير، عندي القدرة اني اشتري مليون جهاز اتصالات، بس انا مش محتاج اتصالات، بس انا مشتري رخامة عشان انا قادر. ده بالظبط هو تعريف العبثية. فحسألك تاني، هل العقيدة الإسلامية بتنادي وتعلم بأن الله عبثي؟ لو الإجابة نعم يبقى خلاص ماشي خلصنا، يبقى هو خلق الإنسان عبثا. ولو كانت الإجابة لا، الله مش عبثي طبعا،
يبقى هنرجع لنفس السؤال مجددا، لماذا خلق الإنس ليعبده وهو لا يحتاج عبادة وهو ليس عبثي؟ ولو قلت العلم عند الله بقى له في ذلك حكمة لا يعلمها إلا هو، يبقى ده بالضبط فشل العقيدة الإسلامية في الرد على الأسئلة الوجودية. انت كده بتقولي ان الإسلام ما عندوش إجابة مدعيا ان الله لم يكشف حكمته، بينما في الحقيقة الإسلام يدعي ما لا يعرفه عشان يلصق نفسه بالخالق، بينما عجز بشكل واضح وقصور الرد يكشف لك ان الرد ده رد بشري مش الهي. تعال نمسك في الرد المسيحي. اللاهوت المسيحي بقى اللي قال لك ان الله خلق الانسان عشان يتمتع بالوجود، مع ان الانسان طلعان كتاكيته في هذا الوجود. متعة ايه حضرتك في عالم بيصارع من اجل البقاء منذ يومه الاول؟ المسيحية طبعا اضطرت لمعالجة درامية بتدعي ان هذه المعاناة وهذا الصراع سببه هو الإنسان ذاته وسقوطه في الخطية الأولى. طب بالنسبة للحيوانات حضرتك اللي برضو بتصارع من أجل البقاء وبتنهش بعضها البعض، هيرد عليك أي قسيس أو كاهن أو خادم للرب ويقولك لا، ما هو لما أدم وحواء أخطأوا ربنا قال له ملعون الأرض بسببك. الحيوانات في الأصل ما كانتش شرسة وما كانتش بتاكل بعض وكده، وده كله بسبب خطية الإنسان. لو النبي بجد والله انت مصدق ومقتنع بالرد اللي انت بتقوله لي ده؟ طب وبالنسبة للتسعين في المية من الكائنات اللي تم ابادتها وانقراضها قبل ظهور الانسان وسقوطه، قبل ما الارض تتلعن حضرتك، دي ايه؟ دي ليه ربنا خلقها؟ وبالنسبة للأدلة الاحفورية اللي عندنا اللي بتثبت برضو ان قبل ظهور الانسان على الارض خالص كان في حيوانات مفترسة بتنهش بعض من اجل البقاء، دي برضو بسبب لعنة الارض؟ مش حاسس ان عقيدتك برضو عاجزة كل العجز امام الاسئلة الوجودية في اسباب خلقة الله للانسان والحيوانات؟ جود الله وكرمه ايه اللي خلق الانسان ليجعله يتمتع بالوجود وفي نفس الوقت الحيوانات المفترسة والانقراضات؟ متعة وجود ايه اللي مع غريزة الصراع من اجل البقاء اصلا؟ وبعدين انتوا مش بتقولوا ان المسيح مات واتصلب لكي ما تتصالح السماء مع الارض، وإن المسيح محى خطايا البشر، والقداس الإلهي الأرثوذكسي بيقول رد آدم وبنيه إلى الفردوس، ونتمنى يكون رفع اللعنات المزعومة اللي حضرتك بتقول إن الله صبها علينا في لحظة غضب؟ لما كل ده حصل حضرتك في اللاهوت المسيحي، ليه مفيش متعة الوجود المزعومة اللي بتحاول تقنعني بيها قبل الخطية والسقوط؟ راحت فين لما احنا تصالحنا دلوقتي؟ لو احنا مش كائنات ملعونة في عالم ملعون وخلاص تم فداؤه من قبل المسيح، ايه ده اللي في الصورة قدام حضرتك ده؟ طبقا لعقيدتك اللاهوتية والاله المحب الرحوم الرؤوف، الا تسقط هذه الصورة كل عقائدكم اللاهوتية ارضا؟ اخركم او اخر الدين والعقيدة بتاعتكم انها ترد على السؤال بشكل جمعي عشان تعرف تهرب من الإجابة. لماذا خلق الله البشر؟ ليه ربنا خلق الحيوانات؟ خلق لكم الأنعام لتأكلوها وتشربوا ألبانها، وخلق لكم الخيول لتركبوها، وكل معمم. لكن تسأل السؤال بتاع ليه خلق هذا البني آدم اللي بيعاني تحديدا، أو ليه خلق هذا الكائن الضعيف المتعلق بجسد أمه تحديدا، فلن تجد إلا الصمت أو الرد العاجز بتاع الله أعلم. الخلاصة يا صديقي المسيحي أو المسلم، إنك رافض تشوف عقيدتك على إنها عقيدة عجزة ما هياش من عند خالق الكون ولا حاجة، عقيدة فشلت إنها ترد على الأسئلة الوجودية بأسباب مزعومة لخلق الله لنا. وأحب أوضح مرارا وتكرارا أن المساءلة هنا ليست مساءلة لله، السؤال ليس سؤالا إلحاديا بالضرورة، إنما اللي واقف في قفص الاتهام هو العقيدة نفسها وكتابها المزعوم اللي بينسب نفسه لله. المساءل هنا هو حضرتك وكتابك وعقيدتك اللي انت بتحاول تقنعني انها من الرب الخالق واللي بيرد فيها على معنى الوجود، بينما وقفت جميعها عاجزة عن الرد على الأسئلة الوجودية التي لطالما تصارع الإنسان معها منذ بداية الوعي البشري. للأسف يا سادة، عقائدكم وكتبكم الدينية وكهنتكم وشيوخكم وقرآنكم وكتابكم المقدس جميعهم فشلوا إلى اليوم للرد على أعمق أسئلة الإنسان: لماذا الوجود؟